يتجدد بكم اللقاء مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا أيضا الثامن في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص بمنافسة الذلل. الذلل الأصايل نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات. هنا شعار هجن الرياسة يتقدم على المقدمة وعلى المركز الأول بقيادة وتضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المقدمة، من يقدم طرايف في المركز الأول، بينما النغلة إلى المركز الثاني. وفي المركز الثاني هذه هي أزهمة اللي قادمة على المركز الثاني لهجن الغرافة، ويضمرها سالم بن عامر المدهوشي المدهش من يقودها في عملية التضمير، بينما نتابع اللي على المركز الثالث. في المركز الثالث هنا بداية لهجن الرياسة، يتقدم علي بن يمي الوهيبي في عملية تضميرها وتدريبها من تحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع من الجانب الآخر من تقدمت الآن ووصلت في هذه اللحظات هذه الآن اللي هي ايضا الشاهينية، كذلك لهجن الرياسة يتقدم علي بن يمي الوهيبي على مستوى المركز الرابع وخامسا من الجانب الاخر من تتقدم وتاتي الغزيل لسمو الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني وحسين بن محمد بن سفران يقودها في عملية التضمير، بينما في خامس المراكز من وصلت الآن هنا مرة لهجن سيح السلم وسعيد بن عبيد بن مروشد في عملية تضميرها وتدريبها، بينما ننتقل إلى المركز السادس. وفي المركز السادس من وصلت وتقدمت في هذه اللحظات كحيلة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد هيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي في عملية تضميرها على مستوى المركز السابع، بينما في ثامن المراكز أجد هنا شجاع لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن حمد بن رفيعة يقودها في عملية التضمير، بينما نتابع وننتقل إلى المركز التاسع. وفي المركز التاسع الآن وصلت غيارة لهجن العاصفة أم الشاهينية، نعم لهجن العاصفة، ويأتي في عملية تضميرها وتدريبها غياث الهلالي، بينما في عاشر المراكز في المركز العاشر هذه الآن جياشة لهجن سيح السلم ويضمرها سهيل بن مبارك بن مرخان في مستوى المركز العاشر. هذه هي نتيجتنا ولدائنا للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات، بينما أسامي وشعارات قوية خلف الكادر الإعلامي مع تحديات الثمانية كيلومترات ومنافسة سن الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ والإخوة المضمرين المتابعين لهذه المؤسسات مركزين كل التركيز مع ختامي الختاميات، الكل يبحث عن الانتصار وعن الفوز المشرف في أرض آل مكتوم الكرام. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى، وهذه هي الآن طرايف اللي على المقدمة لهجن الرياسة، ويأتي في عملية تضميرها وتدريبها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق وتضميره وخبرة المالية في هذا العالم الساحر، مقدم لنا طرايف على مستوى المركز الأول، بينما في المركز الثاني هذه هي مرة اللي تتقدم على مستوى المركز الثاني لهجن سيح السلم ويضمرها سعيد بن عبيد بن مروشد يتولى عملية تضميرها وتدريبها. أما الشاهينية قادمة على مستوى المركز الثالث لهجن العاصفة، وامبراطورية هجن العاصفة يتقدم غياث الهلالي في عملية تضميرها وتدريبها، بينما ننتقل إلى المركز الرابع. وفي المركز الرابع هذه الآن كحيلة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان يأتي في عملية تضميرها عامر بن محمد بن عبيد المزروعي
من يتولى عملية تضميرها على مستوى المركز الرابع وخامس. نتابع اللي غادمة هنا الشاهينية، الشاهينية لهجن الرياسة، ياتي علي بن ميل الوهيبي ظافر المضمرين في عملية تضميرها، بينما بداية تتقدم على المرتبة السادسة لهجن الرياسة ويضمرها علي بن ميل الوهيبي من يقودها في عملية التضمير، بينما نتابع وننتقل إلى المركز الثامن وأجد القادمة على مستوى المركز الثامن في هذه اللحظات من تتقدم الآن وتأتي ديمة لجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يقودها هي عملية التضمير. وتاسعا هناك الغزي اللي سمو الشيخ محمد اللي سمو الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الهاني وحسين بن محمد بن سفران في عملية تضميرها على مستوى المركز التاسع وعاشرا. من وصلت الآن هذه شواهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، محفوظ بن خميس لينيبي يقودها في عملية التضمير والتدريب. هذه الأسماء اللي بدأت الآن تقترب مع منتصف المسافة، وبدينا نقترب من نقطة الثلاثة كيلومترات المتبقية عن نهاية هذا الشوط. نعادل هذه المنطقة منطقة حزام الغابات، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط وإلى البداية، عودة إلى الشاهينية، إلى الشاهينية وإمبراطورية هجن العاصفة هي المسيطرة على المقدمة الأولى. الشاهينية بقيادة غياث الهلالي من يقودها في عملية التضمير والتدريب، بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني القادمة الواصلة في هذه اللحظات طرايف لهجن الرياسة، ياتي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية تضميرها وتدريبها، بينما القادمة على مستوى المركز الثالث وفي المركز الثالث هنا مرة لهجن سيح السلم سعيد بن عبيد بن مروشد في عملية تضميرها على مستوى المركز الثالث. ورابعا من القادمة شعار هجن الرياسة على ظهر اللي هي الآن الشاينية لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي في عملية تضمير هوى. الآن من تتقدم على المرتبة الرابعة هذه كحيلة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان، ويضمرها عامر بن محمد بن عبيد المزروعي على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظات. رعم المركز السادس سجل الشحانية مقدمة لنا ديمة ومحمد بن خالد العطية في عملية تضميرها وتدريبها. والآن على المركز السابع هذه بداية لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي يضمر بداية في مستوى المركز السابع. المركز الثامن أراقب اللي قادمة هذه شواهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، محفوظ بن خميس لينيبي في عملية تضميرها. وتاسعا من السياج الخارجي اللي تتقدم الغزيل لسمو الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الهاني حسين بن محمد بن سفران في عملية تضميرها وتدريبها. وعاشرا وصلت الآن أو تقدمت هنا الشايبة لهجن الرياسة، ياتي في عملية تضميرها وتدريبها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ياهي من معركة، ياهو من تحدي، وياهي من إثارة مع مسافة 8 كيلومترات وملتقى هذه المؤسسات العظمى، هذه المؤسسات القوية والشهيرة في هذا العالم الساحر. الله تمتلك نجومية من الأصايل ومن الجماهير ومحبينها اللي تابعونها في الخليج العربي، لكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى البداية، إلى المقدمة، إلى طرايف اللي على المقدمة، طرايف اللي على البداية لهجن الرياسة، مؤسسة هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أبو هند مركز الآن مع طرايف، وبدينا نغترم من موقع الإعلان اللي دائما ننوه فيه لكل المضمرين للاستعداد لاستجابية الأوامر. وهذه الآن مسيطرة طرايف، المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة غياد الهلالي في التضمير، المركز الثالث وراقب اللي قادمه هنا مرة لهجن سيح السلم يضمر سعيد بن عبيد بن مروشد 1200
عن خط النهاية. المميتين وهجنة الشحانية مقدمة لنا ديمة ومحمد بن خالد العطية الحوت من يتولى عملية تضمينها وتدريبها، وخامس الراغب للوصلة شواهين لاسمه الشيخ دياب بن محمد بن زايد الهيام بقيادة مناصر محفوظ بن خميس لنيبي يقودها في عملية التضمير. بدأت معركة، بدأت المعركة، بدأت التحديات بالغلاف أيضا الكيلو والمتر الأخير بالغلاف الجوي الأخير، ولكن عودة إلى طرايف، عودة إلى طرايف، وطرايف مسيطرة، طرايف مسيطرة لجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا طرايف والعصا في الابطال ما صدر اي تعليمات عليها حتى الان. هجن العاصفه غادمه غادمه بالشاهينيه وغياث الهلالي في تضميرها. هجن الشحانيه مطالبه بالانتصار مع المضمر محمد بن خالد العطيه مقدم لنا ديمه على المركز الثالث. هجن سيح السلم كذلك مقدمه مره وسعيد بن عبيد بن مروشد في عمليه تضميرها، لكن العملاق وتضمير العملاق مع هجن الرياسة هذه الآن طرايف، طرايف يبدو أنها تهدي مؤسسة هجن الرياسة. هذا الفوز وهذا الانتصار ومضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هذا الفوز، ولكن هجن العاصفة مع الشاينية اللحظة الأخيرة ديمة، ولكن سلام للرياسة، سلام للرياسة، سلام، تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز طرايف. تهانينا يا العملاق، تهانينا. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الاعزاء ديمة لهجن الشحانيه الشاهينيه، وصلت في المركز الثالث لهجن العاصفه، المركز الرابع وصلت اللي هي بدايه لهجن الرياسه، المركز الخامس كان الوصول من شواهين لاسم الشيخ دياب بن محمد بن زايدان ال نهيان. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى. عودة للتوقيت الزمني ساعة الوصول إلى خط النهاية مشاهدينا الكرام من أيضا اللي هي طرايف 12 دقيقة أيضا وأيضا 29 ثانية جزءا واحدة من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وتهانينا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بينما ديمة وصلت في المركز الثالث 12 دقيقة 29 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنية لمحمد بن خالد العطية. المركز الثالث الشاهينية ب 12 دقيقة 30 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغيات الهلال.